خيرا حقيقة هذا اللقاء يستدعينا إلى أن نتابع النقاش بالنسبة للشباب. لنا لقاء آخر أخير هذه السنة في فاتح يونيو إن شاء الله، الذي سيتكلم حول الإبداع المطلوب من الشباب، المسؤولية المناطة بهم، وكذلك الآفاق التي يمكن نحن أن نستلهمها من هذه المناسبات التي أتيحت خلال هذه السنة. بالنسبة للحوار الذي محاضرة الطيبة التي قدمها الأستاذ إبراهيم بورشاشن، والحوار الذي لم حول هذا العرض الطيب، أثيرت كثير من الأمور التي أنا أحاول أن أجيب عليها بشكل يعني في سياق أشمل بالنسبة لما يريده ملتقى الحضارات. نحن نعيش في عصر وفي عالم فيه المتغيرات التي طغت، وأن الإنسان الذي يريد أن يكون معاصرا، وهذا شيء كله طبيعي، يرى نفسه أمام موجات وهيجان كبير جدا يصعب عليه أن يثبت. فنحن ننادي هنا من هذا المنبر إلى أن يكون هناك توازنا بين ما نراه في عصرنا من وسائل تقدم لخدمة البشرية، وما يمكن أن نوجه هذه المتغيرات بثوابت داخل في شعارنا لتعارفوا. التعارف ينطلق من العرف، وهو أعمق من التعاون، لأن التعاون يمكن أن يكون على البر، والتقوى يمكن أن يكون على الإثم والعدوان، أما التعارف لا يكون إلا على الخير وعلى العرف والمعروف. فنحن لابد أن ننتبه إلى أن تخلف حضارتنا الآن التي نعيشه ليس هو يقاس بتقدم غيرنا. هذا التقدم لغيرنا إنما هو نتيجة من وجهين. الوجه الأول هو أن التقدم في إطار تراكم المعرفي للحضارات في تاريخ البشرية شيء طبيعي، إما تأخذ هذا المشعل هذه الحضارة أو تلك الحضارة. الأمر الثاني أن هذا التقدم نتيجة لغياب جماعة حضارتنا التي في الحقيقة لابد أن تنظر إلى ذاتها وتبحث في ذاتها كيف يمكن أن تعالج هذا الذي وصلت إليه. لا نعالج الظواهر بل نعالج بالعمق هذا التخلف الذاتي الذي وقعنا فيه. هذا الأمر الأول. إذن تقدم غيرنا نتيجة لتخلفنا عن ذاتنا، والتمسك بالهوية كما أشار بعض المتداخلين، الهوية التي يمكن أن نسميها بالثابتة بثوابت الهوية، هي التي تمكننا من أن نحاول أن نجمع ونكمل من بين ما تبرز الثقافة الحاضرة أنه متضارب. مثلا أشار الأستاذ على أن الفردانية خطر على أي مجتمع، لأن أي مجتمع فرداني ولو كان متقدم من ناحية التقنية هو مجتمع ضعيف، والمجتمع الذي فيه روح الجماعة ولو كان بدائيا هو مجتمع قوي. فإذا كان المجتمع الذي عنده هذه الوسائل المتقدمة وهو عنده روح الجماعة فقد سيستطيع أن يشق الطريق للمجتمعات الأخرى. ولهذا أنا أريد أن أشير إلى الأسرة. الأسرة هي في الحقيقة الضابط الاجتماعي الأساسي التي تربط بين الفرد وبين الجماعة.
ولهذا نحن إن شاء الله في السنة المقبلة سنحاول أن نعالج الأسرة والمرأة بالنسبة للسنة المقبلة بإذن الله. يعني أشد يعني هذا القوس سنغلقه إن شاء الله سنتكلم فيه. فإذا أعود إلى هذا الموضوع، نحن حين ننظر مثلا إلى المدن الحالية والمدن الأصيلة، نسكن في المدن الحالية تجد بأن الجار مثلا لا يعرف جاره، ونحن رأينا هذا في الغرب ونراه الآن في مدننا وأحيائنا الحديثة. الجار لا يعرف جاره لمدة يعني سنين. أما في الفضاء الأصيل كان هناك يعني هذا الفضاء صمم انطلاقا من هذا الإجماع على الثوابت، كان هناك إجماع على الثوابت، فقد هذا الإجماع الآن في العصر الذي نعيش فيه. فلهذا نرى بأن الناس يعني يشرقون ويغربون في كل تصوراتهم. فنحن إذن في هذا الملتقى الحضارات ننادي بأن نشخص الداء، لأننا نحن نعلم بأن لكل داء دواء إلى الهرم. إلى الهرم طبعا هذا ليس له دواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتيح لنا فرص لكي نتابع الحديث في هذا الأمر، ونبرز ما يمكن أن يجمع لهذه البشرية كما نحن نريد في هذا الملتقى، نزيل هذه الحواجز بين الشعوب، ونريد أن تتكامل هذه الشعوب من خلال هذا الوسائل التي أتيحت، يعني أتيحت من خلال الوسائل المعاصرة. أقول أن العولمة أو كلمة العولمة، نحن لقد أشرنا إلى هذا في كثير المحاضرات، مثل المحاضرة التي كانت فيها يعني قضية بين الخصوصيات الهوية وبين ما تطرحه العولمة للنبي الشبيب قبل 3 سنين. يمكن نعود إلى المحاضرات ونرى بأن العولمة دائما، ليس هذه أول مرة تطرح العولمة، العولمة طرحت في البشرية غير ما مرة، طرحت على عن طريق ألكسندر ما يسمى ألكسندر الكبير، طرحت عن طريق المسلمين العولمة. ولكن ما هي الغاية من العولمة؟ هذا الذي لابد نحن أن ندقق فيه. فما هي الغاية من العولمة؟ نحن مثلا نرى بأن الصناعة تصنع ما تصنع، ولكن نحن لسنا ضد الصناعة، ولكن ما هي الغاية؟ كيف؟ أين هو الإنسان بالنسبة للعولمة؟ أين هو الإنسان بالنسبة للصناعة؟ هذا هو الأمر الذي لابد أن نفكر فيه جميعا. نسأل الله عز وجل أن يتيح لنا فرص أن نجيب بما يشفي الغليل. وجزاكم الله خيرا، ونشكر في الأخير الأستاذ إبراهيم الذي الآن دشنا مجيئه إلى هنا، وسنحاول أن نأتي به إن شاء الله مع ناس آخرين للحوار في ما يسمى بالبانيل يعني الثقافي. نسأل الله عز وجل أن تتاح لنا هذه الفرصة، وجزاكم الله خيرا.